السلام عليكم. عليكم السلام. كان عندي استفسار، لو نعم. كان والدي حلف عليا ان انا ما انزلش اصلي التهجد، ايوه يعني اطيعه ولا هو وافق بعد كده يستحب ليا ان انا برضو انفذ كلامه في ان انا اطيعه يعني، لا وما يكفرش يعني على يمينه، ولا انزل اصلي هيبقى افضل يعني؟ إذا كنت نشيطة تصلي في البيت فأفضل، إذا كنت تتكاسلين أحيانا وفي المسجد تعرف على فضليات واستفادة من دروس تلقى في المسجد ونحو ذلك فيكفر إذا أراد ذلك. اه تمام. الله يسلمك.